هلو هامستر زوانا، كان قرات عليقاشكم لقيت ان معظمكم بيحصل على اصدقاء، فهامستر كومبات باش يقدر يفتح البطاقات اللي كتكون فيها مهمه دعوه الصديق، باش يمكن لينا نفتحوا البطاقات ونقوموا بانجاز المهام اليوميه في البوت. دونك في هذا الفيديو جيت باش نشارك معكم الطريقه المثاليه والوحيده باش تقدر تحصل على عدد من الاصدقاء كما كتشوف في هذه الصفحه، بلاصه مشكوك الرابط تتبعت الاصدقاء اللي في الغالب كيرفضوا يدخلوا، او كاين اللي ما عندوش اصدقاء من الاساس عندهم تيليجرام. سو في هذا الفيديو انا جيت باش نمليكم من هذا الشيء كامل، فما عليكم الا تبلوا معايا هاد الخطوات كما هي، وغادي تقدروا تحصلوا على عدد من الاصدقاء اللي كيخولوا لكم باش تنزلوا المهام اليوميه وتفتحوا البطاقات. اذا كما كتشوفوا غادي نخرجوا من هنا من الاساس ونمشيو نحملوا هاد التطبيق من الاب ستور بالنسبه للايفون والبلاي ستور بالنسبه للاندرويد. اما من الداخل فالتطبيق نفس الشيء ما كاينش اختلاف. اذا كنقلبوا على فيرستي، التطبيق سميتو فيرستي اللي غنصايبوا به كارت اسم اللي غادي تخول لينا باش يمكن نجزوا هاد المهمه هادي. اذا هذا هو التطبيق كنقوموا بالتحميل ديالو. انا عندي واجد هنا تيليشارجيتو باش جربت قبل ما نصور لكم هذا الفيديو. اذا بعد ما نحمله غادي نضغطوا عليه بهذه الطريقه، وهنا ما عليكم الا تتبعوا معايا الخطوات خطوه بخطوه، جميع لي زيتاب اللي كنقوموا بهم باش يمكن لينا نحصلوا على اصدقاء. اذا بعد ما كنخلو التطبيق تاعتنا هاد الواجهه هادي، فكنمشي نيشان باش ندير لانسكريبسيون ديال الكونت. انا درته عن طريق جوجل، فكنختار الجيميل ديالي اللي ريسيفطولي فيه بيان سيغ الرساله. اذا كنديرو المود باس ديالنا بهاد الطريقه هادي، فانا غادي نخبي المعلومات ديالي الخاصه فقط. فما عليكم الا تبات التعليمات وتبات الفليش هذا كما داير لكم هنايا في الفيديو. فكما كتشوفوا مورا كنديرو كونتيني، انا كنحاول نبسط الامور باش كلشي يفهم الفيديو وكلشي يطبق هاد الشيء هذا اللي بغا يحصل على اصدقاء. اذا فكما كتشوفوا من بعد ما تحملات معنا ها هو عطانا اولموست دير. حنايا دابا في وسط لابليكاسيون كنديرو تيرن اون ذا لوكيشن، كنديرو لوكاسيون كان اكسبتوا باش يختار لنا الدوله ديالنا. اذا كما كتشوفوا هنايا كاينه ديك فيرسي فيد كنبركوا عليها، كما كتشوفوا كنديرو كونتيني وابخي كنديرو اكسيفايت يور فيرست اسم. كما كتشوفوا هكا كيدينا لهاد الوجه هادي، فما علينا الا نديرو الله اكسيفايت اسم، كنتسناو باش يعطينا الكونيكسيون بحال هكا ويدوز للمرحله الثانيه. اذا كنديرو كونتينيو عاوتاني بهاد الطريقه كما كتشوفوا معانا. اذا من بعد كنتسناو تاكسيفا معانا كما كتشوفوا، من بعد كنعاودو نضغطو على كونتيني، من بعد عاوتاني كنديرو هنايا سيل داتا، من بعد نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو باش نصابو برايماري. اذا مبدئيا غادي نديرو دابا سيل داتا، من بعد غادي نضغطو على كونتيني كما هتشوفوا. اذا واخا عندكم درت برايماري غادي نختارها سيلولار داتا في الاخر، فما عليكم الا تتبع لي فليش بهذه الطريقه. كما كتشوفوا من بعد غادي نختار عاوتاني سيلولار داتا وغادي ندير كونتيني بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كيتونا السيتينغز ديال التليفون. اذا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوها هي اكتيفيتين سيلولار داتا كما كتشوفوا. يلا دابا كتاكسيفا. اذا دابا غادي نمشيو ونرجعوا لابليكاسيون ديال فيرسي باش نشوفوا لاكسيفاسيون كي غادا. اذا ها هي يلا كتكونيكطا مع لابليكاسيون. اذا لاكسيفاسيون جا هنا راه جاريه، اذا ما علينا الا نمشيو نكملوا لي زيتاب الاخرين. كما كتشوفوا غادي ننتظروا باش يعطيونا لي طاب الاخرى. اذا كيطلبوا منا هنايا نمشيو للسيتينغز ديال التليفون، ابخي غادي نديروا الموبايل سيرفايسز. اذا غادي نمشيو دابا نتوجهوا انا وياكم نمشيو نيشان للسيتينغز، وغادي نحاولوا باش نطبقوا هادشي مع بعضياتنا. دونك تخرجوا من هنايا وتمشيو نيشان للسيتينغز باش نديروا نفس داكشي اللي كيقولوا لنا نديروه. اذا شوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نديروا باش نطبقوه، وتبعوا معايا الفلاش. اذا كنمشيو ديك سيلولار بلان كنبركوا عليها وكنحولوها من سيلولار داتا اما سيكندري اما برايمري اما بيزنس. انا كنديرها هنا برايمري، وغادي نمشيو ديريكتو مول ديك داتا روم الا كانت عندكم ما اكسيفياش، غادي تاكسيفيها كما قالوا لنا في الصفحه اللي من قبل. اذا من بعد ما طبقنا هذا الشيء هذا غادي نخرجوا نعاود نبركوا على سيلولار داتا عاوتاني ونبركوا على ديك الاولى، ومن بعد غادي نمشيو نديروا لها برايمري. اذا هنا كتشوفوا كيفاش لي سيم بجوج ماكسيفين عندنا بجوج اون اون. اذا كما كتشوفوا هنا كنبركوا على الاولى كنلقاوها اورانج هي البرايماري، وكتشوفوا كيفاش غادي نحولها من برايماري ودرتوها سيلولار. وغادي نمشيو ديريكتومون كما كتشوفوا معايا غادي نخرجوا من هنا نخرجوا من السيتينغز، وغادي نمشيو نرجعوا لابليكاسيون ديالنا ديال فيرست سي باش نكملوا لي زيتاب الاخرى اللي باقي لنا. اذا بعد ما غادي نرجعوا لها غادي نضغطوا على ام ريدي كما كتشوفوا في الفلاش اللي قدامكم. اذا بعد ما درنا ام ريدي كما كتشوف كنديروا واتش اد باش يعطيونا المينيتس اللي كتشوفوا 0 مينيتس. اذا
هاد الادز فيه تقريبا 30 ثانيه، فانا غادي نسرعوا باش ما يجيش الفيديو طويل وباش ما نعطلكمش حتى نتوما. اذا غادي نرجع من بعد ما يسالي الفيديو ونكمل الريزات مع بطارياتنا. اذا بعد ما سالي الاعلان كنضغطوا على كما كيبان لكم في الفليشتيك اكس اللي كاينه الفوق. من بعد كما كتشوفوا كيعطيونا 30 مينوت هي غراتوي انليميتد كولز انليميتد ميساجز. اذا حنا نخرجوا ديريكتومون ونمشيو للتليجرام اللي عندنا فيه المهمه ديالنا، وغادي نمشيو للسيتينغز نضغط عليهم، بعد نضغط على ايديتس كما كتشوفوا قدامكم، ومن بعد غادي نمشيو نديرو لوغ اوت داك الكونت اللي غيكون عندنا في هاتف واحد اخر نورمالمون، ما غيكونش عندنا في الهاتف ديالنا اللي هو اللي به غنصيفطو الرساله او به غنصيفطو دعوه الصدقه او دعوه طلب الصدقه. اذا كما كتشوفوا هنايا انا ما غاديش بيان سيو ما غاديش ندير لوغ اوت حيت انا كندير بالتليفون الخاص ديالي. فكما كتشوفوا من بعد ما كنديروا لوغ اوت كنمشيو كنفتحوا حساب جديد، وبما اننا درنا لديك الاي سي ام برايمري اذا فاش نفتح الحساب يصيفطوا لنا فعل الكود، وبذلك غادي نصيفطوا ريوسنا طلب صدقه وغادي ناكسبت ريوسنا عن طريق اللينك او الرابط اللي غادي نصيفطوه لذاك التليجرام الاخر اللي فتحنا بهذا الاسم. وبالطريقه عادي كما غادي نديروا مرات متكرره، ثلاثه مرات، اربعه مرات، خمسه مرات، على حسب شنو عندك في المهمه، غادي تحصل على عدد من الاصدقاء بحال هكا، وغادي تكون قادر باش تفتح معنا البطاقات في كل يوم وتنجز المهمات كل يوم. فعلى كنتي مهتم بانجاز جميع المهام اليوميه ديال هامستر كومبات، فما عليك الا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تخلي لنا لايك زوين وتعليق زوين بحالك، ونشوفكم في الفيديو الجاي.